بداية مشاركة الزمالك في البطولة العربية، ماذا تتوقع في ظل ما قدم من مستوى على مدار الموسم اللي انتهى فعليا بالأمس؟ يعني انا بشوف ان الزمالك السنه دي ما كانش موفق جدا بالنسبه طبعا للبطولات. انت عارفه الزمالك فريق كبير، ممكن كل موسم اعتقد بتبقى فيه طبعا صفقات بتبقى قويه جدا لبدايه الموسم. اعتقد الصفقات اللي كانت موجوده مع نادي الزمالك السنه دي يمكن واحد او اتنين اللي اثبتوا وجودهم بشكل قوي جدا، لكن بقيه الصفقات ما انسجمتش. او حابب تقول اسامي؟ معروفين يعني بشكل كبير جدا، يعني مثلا هنقول مثلا مصطفى شلبي، اعتقد ان هو قدم برضه مردود كويس قوي. في القبل هو مصاب طبعا، يرجع بالسلامه ان شاء الله، اعتقد بشكل كويس قوي. دونجا خد وقت كبير جدا، رغم ان دونجا كان موجود في بيراميدز بشكل كويس قوي، وكان في اصرار على انه يجي نادي الزمالك، هيقدر ان هو يزود من قوه خط وسط نادي الزمالك بشكل كبير جدا بعد طبعا ما طارق حامد طبعا ما انتقل لنادي اتحاد جدة. لكن خد وقت كبير جدا عشان ينسجم. على فكرة دي نقطة مهمة جدا يا هبة، مش بالضرورة ان انت تجيب لعيب كويس قوي من نادي ويجي في الزمالك ينسجم بسرعة ويخش، لا. يعني في لعيبة كتير، انا مثلا في وقت في الاوقات وانا بلعب مع نادي الزمالك جي عليا 30 40 50 لعيب في نادي الزمالك ولعيبة كويسة جدا على فكرة، لكن ما انسجموش مع اسلوب اللعب وطريقة اللعب والشغل اللي كان موجود بشكل كبير. فدول يمكن هم الاقرب بشكل كبير. بقيه اللعيبه الامور بالنسبه لي لا، بعيدين تماما عن، يعني انا لما باجي اعمل مقارنه ما بين ساسي واشرف بن شرقي واتكلم وطارق حامد واتكلم في الاسماء الكبيره دي قوي اللي صنعت حاجات كثيره قوي نادي الزمالك وبتقدم مردود قوي جدا نادي الزمالك، مع المقارنه باللعيبه اللي موجوده سامسون واسماء كثيره قوي، لا بعيدين تماما. لكن خليني اقول لك ان البطوله العربيه ديت فرصه كويسه جدا، ان برضو ان احتكاك كويس جدا، رغم ان احنا الناس متخوفه جدا. انت راح تلعب كلهم يعني لعيبه اوروبا ما جوش في الوقت، يعني لما الزمالك يجي يشارك في البطوله العربيه كل اللعيبه النجوم اللي كانوا في اوروبا دلوقتي موجودين في الانديه، يعني بنتكلم في بنزيما، بنتكلم في كريستيانو، وطبعا ساديو ماني كمان جه، واسماء كتيره، ده موسم للتاريخ، وكانتي طبعا يعني هتلاقي بطوله او ميركاتو للتاريخ، ميركاتو للتاريخ فلكن انا بشوف ان الزمالك هو الزمالك، الزمالك حتى في الظروف الصعبه وكل الكلام ده، لكن لازم اللعيبه تعبر عن نفسها حتى كمان في البطوله العربيه دي. احنا بنلعب باسم مصر ونخش طبعا بنلعب برضو فرق كبيره قوي، يعني بس احنا دايما نقول لازم على الورق لكن ما يطبق، وهل أسر يقادر ان هو يعطي قراءه فنيه تواجه هذه الفرق اللي هيلعبها، خاصه انه المواجهه الاولى هتكون مواجهه شرسه؟ هيلعب لا، هو التحدي المنستيري ممكن الناس تتخيل ان هو فريق قليل، يقول لك لا ده مقدور عليه 3 بونت، لا الفرق كلها فرق كبيره. احنا بنتكلم اصلا على مواجهات ما يعني ما شمال افريقيا بيبقى ليها حسابات طبعا، لكن خليني اقول لك هو لازم يبقى، احنا كنا في الحلقه دي قبل كده وكنا اتكلمنا على اسوريو واستعرضنا النتائج بتاعته قبل مباراه الاهلي والزمالك بالظبط، بعد مباراه الاهلي والزمالك بعد الشوط طبعا بعتبره من أسوأ الاشواط الشوط الاولاني في تاريخ نادي الزمالك كله اللي اتعمل دوت، لازم اسوريو بعد كده يبقى واقعي. خليك واقعي وانت بتلعب الفرق الكبيره، هو ممكن يكون واخد على الاسلوب في التكتيك او في طرق اللعب عندهم دايما في امريكا الجنوبيه، بيبقى عندهم النزعه الهجوميه، يعني ممكن يهاجم بستة سبعة، وده اللي عمله مع النادي الاهلي. هو هنا في الشوط الاولاني ما احترمش النادي الاهلي وما يعرفش النادي الاهلي نادي كبير جدا، فبدا بدايه معظم اللعيبه كانوا لعيبه مهاجمين بدون وعي حتى لعب في المراكز. اول ما تحس ان مدرب بيلعب في المراكز يعني لقينا نيمار بيروح على الشمال لكن ناحيه اليمين، ولقينا ابراهيم مضايده ما اعرفش بيروح حته، وشيكابالا بيبدا من اول المباراه امور، ولقينا اتنين في نص الملعب لما شفت انت فتوح وزيزو يعني القوه عندك، الورق الرابحه عندك رجعتيه تاني وخدت منه، افقدت نفس قوتك، برافو عليك، دي نقطه مهمه جدا.